مشاهدينا مساء الخير من المنارة مباشرة، مثل ما عم تشوفوا مساء الخير مباشرة من النادي الرياضي من المباراة النهائية لدورة حسام الدين الحريري من نسختها 26 لكرة السلة. أنا صبحي قبلاوي رح كون معكم للتعليق على هالمباراة، زميلي زيد تنير على الإحصاءات وزميلنا المخرج إبراهيم مكداش يلي اليوم بلشنا هو والزميل طارق شهاب لقطات من الجو مباشرة عبر شاشة التلفزيون المستقبل. اليوم هلا حيقدر الهومنت من قدام جمهوره الكبير انه يربح اول لقب بتاريخه بكرة السلة. طبعا نادي هومنت من نادي كبير كتير عنده القاب بكرة القدم ومن اكبر الفرق بلبنان، ولكن بالباسكت بعد ما في ولا اي تايتل لا رسمي ولا فرنفي. هلا حيقدر هالشي بدنا نشوفه بعد لحظات، ولكن قبل انطلاقة هالمباراة يعني اللجنة العليا المنظمة لدورة حسام الدين الحريري بنسختها 26 لكرة السلة وعلى رأس معالي النائب السيدة بهية الحريري والأستاذ نزار الرواس نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة ورئيس نادي الفداء صيدا، رح يكرموا شخص أعطى كتير كمان للرياضة بمدينة صيدا، المدينة اللي بينطلق منها مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ونادي الفداء صيدا، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي. فإذا تكريم لرئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وفاء له، ولكن هذا الشيء رح يصير فور وصول أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري. قبل ما نبلش بالمباراة رح نروح لعند شكيب عكوم يلي رح يبلش بتقديم الفريقين من نص الملعب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقاعة سار سلام الرياضية. مباراة النهائي لدورة حسام الدين الحريري الرياضية الدولية 26 بكرة السلة رح تجمع بين فريقي نجم الساحلي من تونس ونادي هومات من بيروت من لبنان. سوا بدنا نقدم الفريقين قبل من بداية المباراة. بداية مع فريق الضيف النجم الساحلي من تونس. نمبر 4 معز المستيري. نمبر 5 ويلي كام. نمبر 6 ابراهيم النادري. نمبر 7 عمر بن فرج. نمبر 8 عمر موحلي. نمبر 9 مكرم بن رمضان. نمبر 10 مهدي السايح. نمبر 12 نزار كينوا. نمبر 13 بيلي كلارك. نمبر 14 زيد تومي. نمبر 15 رضوان سليمان. اند ذا كوتش فريدريك بن يالوفيتش. وهلا سوا نحن واقفين بدنا نقدم نادي هومنت من بيروت. نمبر 0 سيمون اوهانيان. نمبر 1 نديم سعيد. نمبر 2 باولو بوداكيان. نمبر 5 جورج ارسليان. نمبر 7 جون جاد هاغوبيان. نمبر 9 إلي شمعون. نمبر 10 نديم حاوي. نمبر 11 سيفاد كاداجيان. نمبر 12 كرم مشرف. نمبر 22 دانيال بغداديان. نمبر 3 أتول ماشوك. نمبر 88 مارك تايلر. نمبر 32 ديوان جاكسون. اند ذا كوتش جون جايس. حكام المباراة
عبد الكريم شكيب من البحرين، وائل إبراهيم من مصر، محمد السلم من البحرين، حكام الطاولة علاء الطويل، أيمن النعماني، سعيد عبو، والمراقب أحمد الحريري. فإذا مشاهدينا مرة جديدة عم نطلع من برات ملعب النادي الرياضي. يعني بالفعل شباب تلفزيون المستقبل أثبتوا للكل بهالبطولة إنه النقل المباشر والأحداث الرياضية الكبيرة يلي دائما تابعتوها معنا بيعرفوا كتير منيح كيف يغطوها وبيلبق لهم. بالوقت اللي عم نشوف المنصة الرئيسية الكوتش عادل تلاتلي مدرب منتخب تونس السابق، والحاج نادر بسمة نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وبالإضافة للسيد رائد جلول ممثل إدارة بنك ماد، ورئيس بلدية صيدا السيد محمد السعودي، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الأستاذ وليد نصار، ممثل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد عويديت، وداعم نادي هومنتمن كيما نوكيان، وإدارة نادي هومنتمن أيضا. بهالوقت يعني أجواء رح تكون حماسية جدا خلال هالجيم. فإذن أكيد المباراة، وكمان بكل وسائل التواصل الشباب عم يطلعوا لايف حتى هون على فيسبوك، أكيد هيدا السوشيال ميديا وأهميتها. وبنفس الوقت يعني اليوم رح نجرب قد ما فينا ننقلكم أجمل صورة النجم الساحلي التونسي يلي رح يبلش باللاعب رقم 5، اللاعب ويلي كامب عمر الموحلي، مكرم بن رمضان السوبر ستار، لاعب رقم 13 بيلي كلارك، واللاعب رقم 15 رضوان بن سليمان. اما الكوتش جون جايز فراح يبلش بمايك تايلر، دوين جاكسون، اتور ماجوك، ثلاث اجانب، كرم مشرف ونديم سعيد. لهلا هومنت من بيروت هو الفريق الوحيد اللي بعده ما خسر ببطوله حسام الدين الحريري. البدايه مع النشيد الوطني اللبناني. فاز النشيد هومنتمن من بعد النشيد الوطني اللبناني. الجمهور امتلى قاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة، جمهور كثير كبير اكيد اليوم. امبارح الرياضي يلي كان خرج من الدور النصف نهائي وعم يبتعد عن المباراة النهائية، يعني من وقت الكوتش غسان سركيس ما كان مدرب للنادي الرياضي، الرياضي ما غاب عن فاينل دورة حسام الدين الحريري، عم نحكي أكثر من 10 سنوات. طبعا النادي الرياضي اللي كمان كان جاي من بطولة آسيا، عامل مجهود كثير كبير ببطولة آسيا، والرياضي إذا غاب عن الفاينل ملعبه موجود. ثلاث حكام على أرض الملعب اليوم، وائل إبراهيم من مصر، عبد الكريم شكيب من البحرين، ومحمد السلم من البحرين. رح نشوف إذا رح يقدر الكوتش جون جاعس أنه يقود الهومنتمن اللي عامل بطولة سوبر رائعة لهلا بكأس جديدة هي الأولى لألهم أثر بتاريخهم بعد كيما كان. قال لي ولا مرة ربحوا أي تايتل ولا أي لقب رسمي أو فرندلي. بداية كمان اليوم بدنا نهني الشعب اللبناني كله بانتخاب رئيس جديد للبنان، فخامة العماد ميشيل عون. بداية كمان أول ووكينج بالجيم. على فكرة الديفنس اللي عم يلعبوه لاعبين نادي هومنتمن، الديفنس اللي عم يلعبوه لاعبين هومنتمن يلي عم يشتغل عليه الكوتش جون جاعس يدرس. لاعبينهم الأجانب 10 على 10، كثير مهم اليوم يكون عندك أجنبي فعال
أجنبي ممتاز. أنا أساساً يعني الكوتش دون ألين سيلرز كوتش التضامن السابق بال 96 حملني مسج للجمهور اللبناني، وهون بدي وصلها هي إنه اللي بال 96 كان اللاعب اللبناني ينحط عليه مدافع أجنبي، يعني كان إليم شنتف أو وليد دمياطي أو ياسر العاج أو غازي بستاني أو فادي الخطيب يلي يدافع عليهم هو الأجنبي بفريق الخصم. اليوم هيدا الشيء عم بيقول الكوتش انه شاف في كثير تغير بالباسكت اللبناني، قال لي لازم الثقة ترجع للاعب اللبناني اكثر ليرجع ياخذ نفس ويرجع نشوفه فعال اكثر من اللاعب الاجنبي. يعني عشان هيك هلا بهيدا الوقت بالذات الاجانب بفريق اي فريق لبناني لازم يكونوا قد المسؤولية ويكونوا فعالين ويكونوا قادرين يعطوا بلس لفريقهم، ما يكونوا عامل ضغط، عامل تورن اوفرز، عامل ما قادر نط الريباوند وغيرها من الامور. هيدا الشيء الباكج كلها لبنانية منيح، عندهم روح القتال واجانب ممتازين وموهوبين. اللبنانيه هن بنادي هومنت من اليوم عم نشوفهم عم يلعبوا ضد بطل العرب بنهائي باعتراف كل القيمين على الباسكت بول، اقوى بطوله بالشرق الاوسط هلا وبطوله مستواها يكاد يضاهي بطوله اسيا حتى للانديه، بطوله حسام الدين الحريري. بيلي كلارك من نقطتين ما بسجل قريبا لمايك تايلر، السكورر مايك تايلر عن ارك 3 بوينتس ما بسجل قريبا لمكرم بن رمضان. ويلي كام، ويلي كام من نقطتين ما بيسجل، ويلي كامب الريباوند لمين راح يكون؟ لا مكرم بن رمضان لاعب هو ورضوان بن سليمان فريق لحالهم. رضوان اللاعب التونسي اللاعب رقم 15 ومكرم بن رمضان بلوك شوت هون على مكرم بن رمضان بالوقت يلي رضوان لازم يسدد، الثواني عم ينتهوا وال 24 ثانية بينتهوا والكرة راح تكون لمصلحة هومنت من اوت اوف باوند. بهالوقت وصول معالي وزير الشباب والرياضه العميد عبد المطلب حناوي لارض الملعب بالوقت يلي اثر ماجوك عم بيسجل من تحت الباسكت نقطته الرابعه لاثر ماجوك، نقطته الرابعة لآثر ماجوك. ويلي كامب ما بيسجل الريباوند لا مصلحة هومنتمن. كرم مشرف دوين جاكسون عن ارك الثري بوينتس، بيسجل دوين جاكسون عن ارك الثري بوينتس 7-3 التقدم بنهائي دورة حسام الدين الحريري بنسختها 26 لكرة السلة. هومنتمن لأول مرة بالفاينل، النجم الساحلي للمرة الثالثة بتاريخه بالفاينل، ومكرم بن رمضان عم يرتكب الخطأ. حمدي برا يلي غايب عن صفوف نادي النجم الساحلي التونسي بسبب الإصابة، ست دقايق و 28 ثانية. اوه مايك تايلر عم بيسجل، ومايك تايلر عم يعطي التقدم 9-3. الفريقين التقوا بختام الدور الأول وهومنتمن قدر يفوز على النجم الساحلي، ولكن هيدي كانت الخسارة الوحيدة للنجم والوقت يلي نديم سعيد. اسمع جمهور هومنتمن، yeah.
قام بالإعادة، خلينا نشوف الباسكت للماتر نديم سعيد. جمهور هومنتمن يلي عم بيش حلوة هاللقطة للماتر، حلو كتير. يعني اليوم مرة جديدة بدي اتشكر كل كاميرامان وكل تقني بتلفزيون مستقبل، يعني بلشنا بالتسعين وما رح اوقف بالالفين وستعش ورح نرجع مثل التسعين واحلى. ويلكم لمين الكرة لدوين جاكسون، دوين جاكسون ما بيسجل بيحصل على الخطأ، وصول بهالاثناء كمان رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي الى المنصة الرئيسية وعم يتلقى تحيات جمهور الهومنتمن يلي هتف لاسم النادي الرياضي. احترام هشام الجارودي من كل أندية العرب، فكيف من الأندية اللبنانية؟ تحية له لرئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي اللي عم نشوفه الى جانب الوزير عبد المطلب الحناوي والرئيس وليد نصار. خلينا نشوف هون عمر المحلي، ما بعرف هون شو صار حكي بين اللاعبين، على كل الاحوال عم يحطوا بريشر لاعبين الهومنتمن. جوم جاعس عم يطلب من مايك تايلر انه يخفف حكي، ما بدي تك يعني تتعرض ولا لاي تكنيكال فاول ولا تصير بفاول ترابل. عم نحلم من امبارح بهيدا الفاينل، عملنا بطوله ممتازه، ربحنا لهلا اربع مباريات، ما بدنا نوقف الخمسه ابدا. جمهور كتير كبير لنادي هومنتمن بقلب قاعة الرئيس صعب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة. امبارح كان يوم تاريخي بالصالة هون، يعني فولت مرتين امبارح، مرة بجمهور هومنتمن ومرة بجمهور الرياضي. ويلكم ويلكم جديدة لمين رح تكون هون، لنشوف مين رح ياخذ اتمت. عم يتعرضوا لدفاع كتير كبير، بيل كلارك من نقطتين ما بيسجل الريباوند للاعب مايك تايلر. دوين جاكسون، دوين جاكسون لنديم سعيد، 14-3 التقدم لهومنتمن بيروت. ممثل لبنان كرة لمايك تايلر، ومايك تايلر الهيئة عم بيعيدوا السيناريو المباراة يلي سبقت هالمباراة بالدور الأول. ويلي كامب لمكرم بن رمضان، مكرم بيحصل على الخطأ. تبديل بصفوف نادي النجم الساحلي التونسي. ويلي كامب، ويلي كامب بده يتحضر لل دخول بدلا منه اللاعب نزار كنيوة. امبارح نزار كنيوة عمل مباراة كبيرة كبيرة بمواجهة النادي الرياضي. بهالوقت مكرم بن رمضان بيسجل على الفري ثرو لاين، نقطته الرابعة بالجيم مكرم بن رمضان، 16-4 بالدور الأول. المباراة كانت تنتهي لمصلحة هومنتمن 91-74 بالوقت يلي في اوفنسيف فاول على مايك تايلر وتورن اوفر. نشوف هون بالإعادة شو اللي صار، صح اوفنسيف فاول صحيحة. هلا حيعيد هومنتمن السيناريو ويرجع يسجل فوز جديد على بطل العرب النجم الساحلي. هومنتمن بأول مباراة له بهالبطولة ربح على وصيف بطل العرب المجمع البترولي الجزائري 86-73، من بعدها ربح 88-76 على بيبلوس وعلى النجم الساحلي. مايك تايلر طالع على الفاست بريك، بتوقف بخطأ من عمر الموحلي، خطأ من عمر الموحلي وراح يكون الكرة لمصلحة هومنتمن. اوت اوف باوند، هيدا الصربي بريدراغ مدرب نادي النجم الساحلي. وبالإعادة هيدا الخطأ، دوين جاكسون، دوين جاكسون لمايك تايلر. مايك تايلر مان تو مان ديفنس،
مايك تايلر على ارك 3 بوينت. مايك تايلر نقطة السبعة، 3 من 5 على ارك 3 بوينت. هومنتمان ما بيسجل اللاعب رقم 13 بيل كلارك، ومايك تايلر لقطر ماجوك تحت الباسكت بيحصل على الخطأ، ولا كأنه النجم الساحلي اللي شفناه امبارح ضد الرياضي. يعني في شيء امبارح مع النادي الرياضي صار ما حدا فاهمينه لهلا ابدا. عم نشوف هومنتمان اليوم عم بيعملوا مباراة ما كأنه عم يلعبوا ضد النجم الساحلي. 19-4 قطر ماجوك عم بيسجل عن الفري ثرو لاين العملاق الجنوب سوداني استرالي، يلي اذا في جائزة افضل سنتر بهيدي البطولة هو قطر ماجوك، وافضل حدا بيلعب على النمبر 4 هو مكرم بن رمضان بدون منازع ابدا. نزار كناوة بوينت جارد الفريق التونسي، بطل العرب النجم الساحلي نزار كناوة بيوصلها لمكرم بن رمضان عن ارك على 3 بوينت، بيسجل هيدا اللي كنا عم نحكي عن مكرم بن رمضان، بيتابع تسجيل النقاط لقطه السابعه من اصل 7 نقاط لهلا مسجلينهم. مايك تايلر بيرتكب اوفنسيف فاول جديده، مايك تايلر والكره راح تكون لمصلحه الفريق التونسي، وسيفاك كيتنجيان راح يدخل لارض الملعب. الكرة راح تكون لمصلحة مين؟ رضوان بن سليمان، ما بيسجل مكرم بن رمضان باسكت ان لمكرم بن رمضان، باسكت ان لمكرم بن رمضان بهالوقت. طبعا يعني مباراة نهائية والاحتكاكات دائما موجودة. الكرة راح تكون لمصلحة الكرة لمصلحة مين راح تكون؟ الكرة لمصلحة الفريق التونسي او لمصلحة الفريق اللبناني. هون نادي هومنتمان لقطر ماجوك من نقطتين وبيسجل قطر ماجوك، والهومنتمان 23 فريق نادي النجم الساحلي التونسي بعده لهلا ما لقى حاله على الاوفنس قدام الدفاع الرائع. شوفوا السيفاك كيتنجان كيف عم يدافع باي طريقه، بحط بريشر جمهور الهومنتمان رائع على فكره، على كل سفره على كل صافره بحطوا بريشر على الحكام، بحطوا بريشر على اللاعبين. وخلينا نشوف الحكم شو احتسب هون، خلينا نشوف الحكم
في شوية احتكاك ما بين اللاعبين بأرض الملعب. بهالوقت فإذا أكيد الأستاذ زهر رواس مدير الدورة يلي عم يتدخل مع هون طبعا عم يطلب من الحكام ضبط المباراة أكثر بهالوقت. بهالوقت طبعا المباراة ما زال يعني هون برجع بذكر مباراة النهائية لأول مرة لنادي هومنت من بيروت، وهيدي المرة الثالثة اللي بيوصل فيها النجم الساحر. السنة الماضية كان خسر بطريقة دراماتيكية من النادي الرياضي بعد ما عدل الرياضي قبل ثواني قليلة على نهاية الجيم وربح بآخر ثواني بالأوفر تايم الثاني بتسديدة من أمير سعود. ما بده بطل العرب يرجع يتعرض لخسارة ثانية من نادي هومنت من بنفس البطولة. والحكيم عبد الكريم شكيب يلي عم يطلب من اللاعبين انه يروقوا شوي على ارض الملعب. التعصيب والتوتر ضارب باعلى نسبه بالمباراه خاصه عند لاعبين نادي النجم الساحلي. يعني بدي اقول شغله هون انه هن جايين ليفقروا من خسارتهم بالدور الاول ما قبلوها ابدا. يعني امبارح شفناهم كيف لعبوا ضد فريق الرياضي وباي طريقه. كرم مشرف قابل عند أتر ماجوك، كره لبيلي كلارك. لا نزار كناوة، عمر المحلي، مكرم بن رمضان اوبن شوت ما فين يتركوه هيك لمكرم بن رمضان، بده ينتبهوا كثير منيح. مكرم بن رمضان امبارح كان عم بيقول لي امبارح اللي عملته انا بالمباراه مسج بس ما عرفت لمين، قال لي هيدا هو مكرم بن رمضان. ما بعرف صراحه شو كان بيقصد بالوقت يلي آتر ماجوك العملاق الممتاز المميز جدا الفعال تحت الباسكت عم بيسجل نقطة التاسعة بالجيم مع ثلاثة ريباوندز، تسع نقاط لأتر ماجوك، 15 نقطة تقدم لعمانت من بهالوقت. رضوان بن سليمان عم بيتعرض لتكنيكال فاول، تكنيكال فاول على رضوان بن سليمان، لازم كان الخطأ الثالث على رضوان بن سليمان. يعني ما بدي كتر حكي ولكن كل الظروف هلا اللي محيطه بهومنتمن، فارق 15 نقطه لهم بالكوارتر الاول. حمدي براع اساسا غايب عن المباراه لاصابته امبارح، ورضوان بن سليمان ثلاث اخطاء. كل هالظروف عم بتشير لانه هومنتمن عندهم تشانس كثير كبير انه يربحوا اول تايتل لهم. الفري ثرو ما بيسجل منه نديم سعيد،
الكرة رح تكون لمصلحة هومنتمن. عطر ماجوك لسيفاك كيتنجيان. سيفاك عطر ماجوك. كرم مشرف بده يخترق على الباسكت ما بيسجل. الريباوند بيكون لنزار كناوة. فارق 15 نقطة. هومنتمن يلي عم بيعملوا مباراة ممتازة بالوقت يلي مكرم بالرمضان. شو هاللاعب؟ بعدنا بأول كوارتر 11 نقطة مكرم بالرمضان. 11 نقطة من أصل 12 نقطة أساسا سجلهم لهلا النجم الساحلي التونسي بأول كوارتر. يعني رقم كتير كبير بالوقت يلي أتر ماجوك العملاق. أتر ماجوك بيحصل على الخطأ. أتر ماجوك بيحصل على الخطأ من بيلي كلارك. الخطأ الثاني على بيلي كلارك. الخطأ الثاني على بيلي كلارك. وتسديدتين على الفري ثرو لاين رح يكونوا لأتر ماجوك. 55 ثانية لنهاية الكوارتر الأول. دوين جاكسون عنده خطأين. مايك تايلر عنده خطأين. والهومنتمن اللي عم يلعبوا باجنبي واحد بس اللي هو العملاق أتر ماجوك. ولهلا عنده 11 نقطة بهالجيم مع 3 ريباوندز. ومش بحيلا جيم ضد النجم الساحلي التونسي بطل العرب. بهالوقت دخول دوين جاكسون مرة جديدة لأرض الملعب. وأتر ماجوك بيطلع ليرتاح. العملاق قبل 55 ثانية على نهاية الكوارتر الأول. تسديدتين جداد. حسن مكرم بالرمضان على الفري ثرو لاين. كرة لمصلحة سيفاك كيتنجيان. في تورن اوفر على سيفاك كيتنجيان. بهالوقت الطابة رح تكون لمصلحة نزار كناوة. نزار كناوة بيبقى محافظ على الكرة تبعه. نزار كناوة وفي شوية احتكاكات على المدرجات. في جمهور تونسي. في جمهور تونسي شوي عم يستفز الجمهور هومنتمن. بهالوقت القوى الامنيه عم تتدخل لحتى تتابع المباراه بشكل طبيعي. 24 ثانيه. إذن 24 ثانية لنهاية الكوارتر الأول. و 27-13 عم نشوف أجمل السلات. أجمل السلات عم نشوفهم بالإعادات بالكوارتر الأول. هومنتمن من
20 ثانية لنهاية الكوارتر الأول. فأذن سبعة وعشرين 13 فإذن أكيد مشاهدينا الكوارتر الأول يلي متوقف بس بسبب يعني في احتكاك كثير صار بين خمسة ستة جمهور النجم الساحلي التونسي وجمهور كثير كبير لنادي ومنتمن، ولكن الأمور عم ترجع لطبيعتها بأرض الملعب، كل الأمور عم ترجع تهدى بهالوقت. جمهور ومنتمن بيرجع لأماكنه الطبيعية والامور رح ترجع تتابع. 27 13 27 13 27 13 فاذا لهلا افضل سكورر بالجيم بالوقت اللي عم نشوف فيه لما مقدم لعبه فريق سيدات النادي الرياضي. افضل سكورر بالجيم لهلا هو مكرم بن رمضاني اللي عنده 12 نقطة، وأثر ماجون العملاق السوداني الأسترالي 12 نقطة، 7 نقاط لمايك تايلر، 5 نقاط لدوين جاكسون. مباراة راح تتابع بهالأوقات، انحلت الأمور كلها على المدرجات وبهالوقت الجيم راح تتابع بآخر ثواني الكوارتر الأول. 3 من 5 عن ارك الثري بوينتس لنادي هومنت من بيروت، 2 من 6 لنادي النجم الساحلي التونسي. فاذا مشاهدينا اكيد المباراه يعني مباراة انا بعرف هيك يعني هيك اجواء بالفاينلز بتصير، هيدي مباراة بوحدة من اقوى البطولات بكل مال الكلمة من معنى. عم نحكي ميني بطولة عربية، عم نحكي 5 فرق من الـ8 اللي مشاركين هون رح يلعبوا بطولة عرب، عم نحكي بوصيف بطل اسيا، عم نحكي ببطل لبنان النادي الرياضي، عم نحكي كمان بفرق عربية مميزة مثل النجم الساحلي، جمعية سلا، المجمع البترولي الجزائري. هيدي الفرق كلها ضغط جماهيري كتير كبير على كل الأحوال. هون ما فينا كمان غير ما نقول يعطيهم ألف عافية كل المنظمين، على رأسهم الأستاذ نزار الرواس رئيس نادي الفداء صيدا والأستاذ هشام وليد جرادي، تدخل مثل العادة رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي هون ليحل هالإشكال. هو اللي صار في حدا من جمهور النادي الرياضي هو بالاصل تونسي، وطبعا يعني بده يشجع بلده، واللي صار هو هيدا الشيء. ما صار احتكاك ابدا، ولكن طبعا منعا للاستفزاز تم حل المشكل حاليا وانتهت الامور. و27 13 وفاينل بيرجع بيقلع من جديد دوين جاكسون بيبقى محافظ على الطابة بعيد مترين، ما بيسجل دوين جاكسون. الريبا لزياد التومي، والكوارتر الأول عم ينتهي من هالفاينل، كوارتر ماراثوني على كل الأحوال وبنتيجة 27-13. زيد شو أبرز الإحصاءات من عندك بعد هالكوارتر الطويل جدا؟ بالفعل صبحي يعني كوارتر فاينل بكل ما الكلمة من معنى. لهلا الفريقين متعادلين بالريباوند، فريق هومنتمن معه 10 ريباوند، فريق النجم الساحلي عنده 11 ريباوند. الفرق الواضح اللي عم يكون لفريق الهومنتمن هو الريتم السريع يلي عم يقدروا يلقطوه، اول ما عم يقدروا ياخذوا الطابه ياخذوا 3 بوينتس ياخذوا فاست بريك شو ما كان عم يقدروا يعملوا، عم يضلوا يلاقوا الريتم تبعهم تو ذا باسكت. فريق النجم الساحلي لهلا بعد ما قدر كثير يضبطهم، بس بعد الجيم باولها. وبالفعل يعني ان كان فريق هومنتمن او فريق النجم الساحلي ما حدا بيقدر يعني ما
بعدها مفتوحة، بعدها مفتوحة الجيمية بالمية. على كل الأحوال يعني حتى هالفارق الكبير اللي عم تشوفوه منه شيء بفاينل ومنه شيء مع النجم الساحلي تحديدا. رح نروح لأول بريك بفاينل اليوم، من بعدها نرجع مباشرة للمنارة. مشاهدي تلفزيون المستقبل مباشرة لقاعة الرئيس صقر سليم بالنادي الرياضي بالمنارة، عودة لمتابعة المباراة النهائية من دورة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 26 لكرة السلة، عودة لمتابعة الجيم ما بين بطل العرب النجم الساحلي التونسي ونادي هومنت من بيروت يلي عم بيعمل بطولة مميزة جدا. بعدهم بلا أي خسارة، وأطر مجاك أطر مجاك عن الفري ثرو لاين رح يكون موجود العملاق الجنوب السوداني الأسترالي. أتر ماجوك يسجل عن الفري ثرو لاين. دوين جاكسون جرب يعمل الستيل، تسديده من ويلي كامب ما بتتسجل، الكرة راح تكون لمصلحة النجم الساحلي التونسي. ويلي كامب تسديده من ارك 3 بوينت ما بياخذها، بوصلها لمكرم بن رمضان، باسكت ان لمكرم بن رمضان، عم بيواصل هويته بتسجيل النقاط مكرم بن رمضان، و14 نقطة من اصل 15 نقطة للنجم الساحلي التونسي مسجله مكرم بن رمضان. عم نشوفهم بالإعادة مكرم بن رمضان، ما بيسجل عن الفري ثرو لاين مكرم بن رمضان. ومايك تايلر، وصلها لأتر ماجوك. أتر ماجوك وستيل جديدة، ومايك تايلر تحت الباسكت وصلها لعند إلي شمعون عن أرك الثري بوينت. اسمع جمهور لومنتمن، فاست بريك جديدة، أتر ماجوك وفي خطأ لمصلحته، خطأ لمصلحة أتر ماجوك، وراح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. أتر ماجوك شو هاللاعب، شو هالأجانب بنادي هومنتمن، شو هالأجانب الممتازين عاملين فارق كتير كبير، الأجانب اللبنانية المتعطشين ليربحوا لقب ليرفعوا كاس. We got time and we recovered. All that time, dragon you.
فاز هيدي بالإعادة. عم نشوف كنا أتر مجر بطريقة رائعة عم يسجل و34 أومنتمن على بطل العرب متقدمين 34-15 نتيجة كبيرة كتير. جون جايس بيلعب برجع بقول بكل جيم عم بيعمل ديفنس كل مباراة أحلى من اللي قبلها. وعلى الأوفنس على الرغم من وجود أجانب سكوررز بيعشقوا التسجيل ثلاثتهم، حتى السنتر بحب يسجل ولكن عم بيعرف كيف ينظم القصة، عم بيعرف كيف يخلي كل واحد ياخذ تسديدته بوقته. زياد أرتومي بيسجل عن نقطتين، عن نقطتين الحكم بيقول نقطتين مش ثلاثة بالوقت. يا مايك تايلر، مايك تايلر ما بيتوقف، نقطته التاسعة بالجيم. مايك تايلر دورة لمصلحة بيلي كلارك اللي بيدخل على الباسكت وبيسجل. بيلي كلارك نقطته التالتة بالجيم. مايك تايلر عم بيطلع الطابة، هو مايك تايلر عم يلعبوا بكل رواق حاليا. هومنتمن برشر كتير كبير بالملعب من كل الميلات. مايك تايلر هالمرة ما بيسجل، نديم حاول بيلتقط الاوفنسيف ريباوند. مومنتمن مرة جديدة مثل ما بالجيم الأولى بالدور الأول بختام الدور الأول لعبوا بمعظم فتراته مومنتمن بأجنبيين على فكرة، وهلا اليوم عم يلعبوا بمعظم فترات هالجيم بأجنبيين. تورن اوفر على مايك تايلر هالمرة. الديفنس التونسي من الكوتش الصربي بريدراك هو يلي كان جاهز، هو يلي كان محضر مزبوط. زار كنيوة لبيلي كلارك، زيادة التومي، زار كنيوة لويليام كام. مرة جديدة نزار من نقطتين لزار كنيوة ما بيسجل. نديم حاوي بيلتقط قريبا بس مش لوقت كتير طويل لأنه بيرجع كرة بتفلت منه وتروح البوسيشن. مرة جديدة لمصلحة النجم الساحلي كرم مشرف الريباوندر كمان والمقاتل على أرض الملعب عم يدخل بدلا من نديم سعيد بدلا من كابتن الفريق. حلوة كتير التمريرة. زياد أبتومي تحت الباسكت ما بيسجل. مايك تايلر، مايك تايلر هو بده يجرب يسجل ما بينجح، بترجع له الطابة لمايك تايلر. نديم حاوي في ووكينج على نديم حاوي، ووكينج صح خطأ المشي بالكرة على نديم حاوي. الكرة رح تكون اوت اوف باوند لمصلحة نادي هومنتمن. ويلي كام مان تو مان ديفنس عم بيلعبوا هومنتمن هالمرة. مكرم بن رمضان بيكمل على الباسكت. اسم الله عليك يا مكرم بن رمضان، مكرم بن رمضان عم بيسجل نقطة ال 16 بالمباراة من اصل 21 نقطة لفريقه بهالوقت. أتر مجاك بيعمل التورن اوفر، فرصة للفريق التونسي انه ينزل الفارق. وويلي كامب بيسجل، ويلي كامب عنده فرصة الاند وان، والفارق حاليا عم بينزل 38-23. 6 دقائق لنهاية الكوارتر الثاني. جون جايس بيطلب تايم اوت. المنصة الرئيسية
هذا الخطأ الثالث كان على مايك تايلر. ثلاث أخطاء على مايك تايلر، ثلاث أخطاء على دوين جاكسون. بعد في ست دقايق من الكوارتر الثاني، يعني مثل ما حكينا بالكوارتر الأول، بعد في كثير كثير وقت بهالجيم، وبالتالي الأمور يعني بعدها على أرض الملعب، لأنه اليوم إذا عم طلع على الفارق هلا حالياً 14 نقطة لمصلحة نادي هومنتمان، ولكن في عنده مشكلة أخطاء مايك تايلر ودوين جاكسون. أتر ماجور وصلها لعند إلي شمعون، إلي شمعون، نديم حاوي، كرم مشرف من نقطتين، كرم مشرف ما بيسجل، أتر ماجور بيلتقط الأوفنسيف ريباوند وبيحصل على الخطأ. شو هاللاعب؟ 6 ريباوند، 2 منهم أوفنسيف لهلا، 8 من 9 عند الفري ثرو لاين، 18 نقطة لأتر ماجور. هيدي اليوم الليلة ليلته، بيلعب بطريقة ممتازة، بيسجل عن الفري ثرو لاين. أتر ماجور بيعمل الفارق مرة جديدة 16 نقطة، 10 من 11 عند الفري ثرو لاين، 10 نقاط عند الفري ثرو لاين و20 نقطة لإله بالجيم. مكرم بن رمضان، ويليكام، ويليكام وصلها لعند زياد الفومي، مايك تايلر بيعمل الستيل وطالع على الفاست بريك، مايك تايلر لكرم مشرف يلي ما بيسجل، الريباوند لويلي كام، سريع كثير ويلي كام لنزار كناوة، نزار كناوة بيحصل على الخطأ من إلي شمعون، خطأ بسرعة بيرفع إيده إلي شمعون بيقول صح في خطأ، وعمر الموحلي رح يدخل لأرض الملعب لنشوف بدلا من مين عمر الموحلي. خطأ على نديم حاوي، الخطأ الثالث على نديم حاوي. جوم جاعس عم يقول له لنديم عمول فاول بس عمله تحت الباسكت، هيك يعني عم تخسرني مجهودك الدفاعي، لأنه عنده كمان مهمة منا سهلة أبدا نديم حاوي، هي إنه يدافع على مكرم بن رمضان. بيلي كلارك تحت الباسكت لمكرم بن رمضان بيسجل، ما بتفرق معه مكرم بن رمضان مين من كان عم يدافع عليه، نقطته ال 18 بالجيم. أتر ماجوك هالمرة معه مكرم بن رمضان، أوفنسيف فاول على أتر ماجوك، الخطأ الأول بالجيم على العملاق أتر ماجوك. مكرم بن رمضان بطريقة ذكية بيحصل على الخطأ منه لأتر ماجوك، اثنيناتهم أفضل سكوررز بالجيم لهلا، العملاق أتر ماجوك سجل 20 نقطة ومكرم 18 نقطة، يعني اللعب كله عم يكون على الانسايد جيم بالفريقين، اثنيناتهم عم يلعبوا من تحت الباسكت اكثر. عمر المحلي لمكرم بن رمضان، مكرم بيخترق على البيس لاين، مكرم بن رمضان بيحصل على الخطا، خطا على نديم حاوي، الخطا الرابع على نديم حاوي، 4 أخطاء بعد في 4 دقائق و21 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني. مكرم بن رمضان نقطته على 19، 3 من 8 يعني مضيع 5 فري ثروز اليوم مكرم، اساسا الفريق التونسي 11 مرة واقف على الفري ثرو لاين، مكرم لحاله واقف 8 مرات. بيسجل مكرم هون 4 من 9، 20 نقطة، بيتعادل هو وأثر ماجور بالنقاط وبصيروا اثنيناتهم أفضل سكوررز بالجيم. كرة لمصلحة مايك تايلر، مايك تايلر لإلي شمعون، إلي شمعون مع
حلو كثير من إلي شمعون، ما بيسجل الريباوند لمكرم بن رمضان، وفي خطأ على كرم مشرف. كرم مشرف كان عم يجرب يحصل هو على الخطأ. محمد السلم الحكم البحريني عم بيقول في خطأ، خلينا نشوف هون بالإعادة. إذن هون مكرم بن رمضان على الفري ثرو لاين، مكرم بيسجل نقطته 21، 5 من 10 على الفري ثرو لاين، نسبة 50%. مكرم ما بيسجل الثاني، الريباوند لمايك تايلر. مايك تايلر باسكت كاونتد لمايك تايلر، باسكت ان. مايك تايلر بيسجل نقطتين جديد له، نقطته 11 دبل فيجرز بالمئات. بداية و50 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني، 42-29. مايك تايلر بيطلع من الملعب ب 12 نقطة وبيفارق لفريقه 43-29، بيفارق كمان 12 نقطة. على كل الأحوال نزار، نزار كناوة لعمر المحلي، عمر المحلي عن أرك 3 بوينتس بيسجل، بينزل الفارق ل 11 نقطة. عمر المحلي، عمر 43-32. كرم مشرف بده يخترق على البيز لاين، بيحصل على الخطا. كرم مشرف خطا على نزار كناوه، وتسديدتين لكرم مشرف عن الفري ثرو لاين. اول اثنين كوارترز من هالجيم رح ياخذوا معنا ساعه، حوالي الساعه. كرم مشرف على الفري ثرو لاين، كرم مشرف بيسجل واحدة من اثنين، بيرجع بيطلع الفارق ل 12 نقطة بالمباراة النهائية لدورة حسام الدين الحرير الدولية بنسخة 26 لكرة السلة. بيلي كلارك لا ويليكام، نزار كناوة، ويليكام جرب يوصلها لعند نزار تحت الباسكت يلي بيسجل مكرم بن رمضان. يعني ما شاء الله ليه ما له حل مكرم بن رمضان. 23 نقطة لمكرم بن رمضان، 23 نقطة بينزل الفارق ل 10 نقاط. عاطر ماجور تحت الباسكت، بنشوف في مكرم بن رمضان، وعطر مشوق عم بيسجل 22 نقطة. اللاعبين السنترية، يعني مكرم بيلعب أكثر على الفور، بس عطر مشوق بيور 5 22 نقطة اليوم، بالوقت يلي مايك تايلر مسجل 12. وهالمرة عمر المحلي بخبرة المنتخب التونسي بيسجل من فوق لعطر مشوق، والفريق اللبناني والفريق التونسي يلي هون اكيد بده يبلش يحل عليهم تعب البطوله كله بهالفاينل. اللي شمعون بيحصل على الخطا من عمر المحلي، خطا من عمر المحلي على اللي شمعون. مايك تايلر راح يرجع يدخل لارض الملعب بدلا من سيفاك كيتنجيان. بالوقت يلي اللي شمعون هو راح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. بالاعاده هون بنشوف الخطا من عمر المحلي، الاولي بيسجل منه
إلي شمعون بيسجل مكرم من رمضان بيجو في أتر مشوك. أوه شو هاللاعب مكرم من رمضان، شو هاللاعب مكرم، 25 نقطة لمكرم بن رمضان، 25 نقطة لمكرم بن رمضان. الخطأ الثاني على أتر ماجوك، بده ينتبه كثير منيح أتر ماجوك. مكرم بن رمضان ما بيسجل على الفري ثرو لاين. نديم سعيد بالتقط الريباوند، فارق 10 لمصلحة الفريق اللبناني، لمصلحة هومنت من بيروت. وآتر ماجوك وصلها لعند كرم مشرف بس بوجهوا فيه بيلي كلارك وحلوا كثير تمريرة لعند إلي شمعون. إلي شمعون عن آرك 3 بوينتس ما بيسجل. آتر ماجوك أوه هيك بكون السنترية الأجانب على هيدا الطراز وعلى هيدا طريقة اللعب. 24 نقطة لأتر ماجوك وعنده 7 ريباوند، 4 منهم اوفنسيف ريباوند. ويلي كام بيسجل كمان عن ارك على 3 بوينت. ويلي كام 6 نقاط، اول 3 بوينت له بالجيم. مايك تايلر تعرض لدفاع قوي كثير وبيرتكب التورن اوفر. مايك تايلر فارق نزل لتسعة، هيدا اللي كنت انا عم اقوله ببدايه الجيم، لو عملوا فارق 20 و15 نقطه هومنتمن على النجم الساحلي بيعرفوا كثير منيح هن بالذات هومنتمن انه النجم الساحلي بيقدر يسكر هيدا الفارق. بيركلا على الفري ثرو لاين ما بيسجل الاولى. بيلي كلارك تاني كمان ما بسجل منه الامريكي. بيلي كلارك مايك تايلر رجع بياخذ هو المبادره انه يكونوا الهومنتمن على الاوفنس. هون مهم كثير هومنتمن انه يسجلوا بالوقت يلي عم يتعرضوا لضغط دفاعي كثير كبير لاعبين نادي هومنتمن وعم يتركب الترابات. عم نشوف كيف اللاعبين عم يطلعوا يسكروا على لاعب يلي معه الطابه، عم يسكروا له تماما انه يقدر حتى يمرق الباس. شفناها على نديم سعيد من لحظات. بهالوقت مايك تايلر الكرة رح تكون اوت اوف باوند. كرم مشرف، كرم بده يخترق على الباسكت ما بسجل، في خطأ لنشوف. اوه الخطأ الثالث على أتر ماجوك، عم يركب خطأين باخر دقيقتين بالكوارتر الثاني. شو كان بده فيهم؟ 3 اخطاء على أتر ماجوك، 3 اخطاء على دوين جاكسون، 4 اخطاء على نديم حاوي، 3 اخطاء على مايك تايلر. يعني الاخطاء كتار كثير وخطرين، خطرين جدا على هومنتمن. ما بعرف كيف رح يقدروا يكملوا الهاف الثاني من الجيم بكل هالعدد الاخطاء. مكرم بن رمضان على الفري ثرو لاين. بهالوقت ما بسجل مكرم بن رمضان، عم يضيع كثير اليوم مكرم عن الفري ثرو لاين. 5 من 13، 25 نقطة لمكرم بن رمضان. ثاني بيسجل منه مكرم بن رمضان و 8 نقاط الفارق لمصلحة هومنتمن. هلا الضغط كله رح يكون على مايك تايلر، رح نشوف إذا رح يقدر يكون ليدر مايك تايلر. مايك تايلر بوجه لنزار كناوة وصلها لنديم سعيد عن ارك على 3 بوينت. مهمة كثيرة تسديدة يا ماتر بوقتها. نديم سعيد بوقتها بيسجل عن ارك على 3 بوينت. عمر الموحلي ما بيردها، الريباوند هومنتمن مايك تايلر. مايك تايلر كمان عن ارك على 3 بوينت. اسمعوا الجمهور، انا ما بدي اقلق. يعني عن جد شو بدك تعلق بهيك جيم؟ روح قتالية عالية جدا،
اجانب متعطشين ليربحوا، سنتر عم بيقاتل على كل طابه، زيد شو الابرز بالارقام لهلا؟ الابرز لهلا انه الفريقين متعادلين على الاتمت اللي اخذينهم على الفري ثرو لاين، الفريقين اخذين 19 اتمت، بس فريق النجم الساحلي ما عم يقدر يحط اكثر من 8، هيدا الشيء عامل كثير فرق بالنسبه لفريق النجم الساحلي. مكرم بالرمضان اخذ 14 من اصل هول ال 19 اتمت وحاطط منهم بس 6، يمكن هول الفري ثروز اذا حطوهم او حطوا على القليله مثل ما الهومات من حاطين 16 من 19 كان الجيم كانت يمكن اقرب لهم شوي. ثانك يو لك زيد. فاذا مشاهدينا رح اترككم مع ابرز اللقطات واجمل الاعادات والسلات قبل ما نروح لبريك ومن بعدها مباشره للفاينل. نرجع نحن وياكم مشاهدينا مباشرة لقاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة، عودة لمتابعة المباراة النهائية لدورة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 26 لكرة السلة، عودة لمتابعة الفاينل ما بين الهومنتمن اللبناني ونادي النجم الساحلي التونسي. اكيد هيدي البطوله اللي عم بتكون من اقوى نسخات البطوله، هيدي النسخه ال 26، الفرق كلها قويه، الفرق كلها مجهزه، الفرق كلها عم بتكون على قدر المسؤوليه، واكيد اقوى فرق عربيه عم بتكون موجوده بهالوقت. رح نطلب من الحكام انه تبلش الكوارتر الثالث. اكيد على كل الاحوال مباراة ما بين هومنتمن والنجم الساحلي باقي لها 2 كوارترز لنعرف مين الفاينل، مين رح يرفع كأس البطولة. خلينا نشوف مين يلي رح يرفع كأس بطولة حسام الدين الحريري، واحدة من أكثر البطولات يلي فيها شد أعصاب على كل الأحوال. على كل الأحوال المباراة رح تستكمل بعد لحظات، وأكيد المباراة يلي رح تتابع بحكامة الثلاثة الحكم وائل إبراهيم من مصر والحكم محمد السلم من البحرين. على كل الأحوال اليوم هجرب أخذ رئيس الاتحاد اللبناني أستاذ وليد نصار، بس منه مبين علي بقى أستاذ وليد نصار، بركي بقدر أخذه نحكي نحن وياه، خاصة يعني هالنهار الطويل مباراة هومنتمن والنجم الساحلي مرة جديدة عم بتكون من أروع الجيمات. على كل الأحوال الأبرز لهلا بالجيم هو مكرم بالرمضان، 26 نقطة، 24 نقطة لأتر ماجوك العملاق
جنوب السوداني الأسترالي. جمهور هو الاعتراض كله على جمهور عم بيشجع النجم الساحلي بأرض الملعب، جمهور عم بيشجع النجم الساحلي بأرض الملعب وعم بيكون قريب من جمهور هومنتمن، وجمهور هومنتمن طبعا عم بيعتبر انه يعني بالنهاية في، انا برجع بقول اللي عم يصير في ناس طبعا من الجمهور اللي عم يشجع النجم الساحلي عم بيكون قريب من جمهور هومنتمن، بس اللي حقهم كمان يشجعوا مين ما بدهم على كل الاحوال. واكيد النجم الساحلي بطل العرب، جمهور هومنتمن يلي مفول الملعب، وطبعا رح يكون كمان الدفاع المدني درع تكريمي للدفاع المدني من رئيس اللجنه العليا لبطولة حسام الدين رفيق الحريري. فإذا درع مقدمة من الأستاذ نزار الرواس مدير الدورة للدفاع المدني اللبناني، يعطي ألف عافية أستاذ نزار الرواس على هالبطولة الحلوة، بطولة فيها كثير من التشنج حاليا بالمباراة النهائية، بطولة على مستوى كثير عالي. حتى طبعا 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 المباراة يلي راح تتواصل اكيد انا عم بطلب من الحكام مرة جديدة انه يبلشوا المباراة، بطلب من الحكام مرة جديدة انه يبلشوا المباراة وفورا خلينا نقلع المباراة لانه المباراة عم تاخذ كثير وقت، المباراة النهائية لدورة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 26 لكرة السلة. استاذ تمام الجارودي يلي عم يتدخل شخصيا هون، يعني عن جد يعطيه الف عافيه الاستاذ تمام الجارودي يلي عم يتدخل شخصيا لحتى يحل هالمشاكل اللي عم تصير بالوقت اللي عم تشوف فيه المنصه الرئيسيه الزميل حسام الدين سبيبو يلي الى جانب السيد رائد جلول ممثل بنك ماد، والاستاذ وليد نصار رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله، السيد محمد عويدات من وزاره الشباب والرياضه. طبعا يعني الامور يلي عم ترجع بدها تنطلق من جديد، هومنتمن يلي عليه ضغط كثير كبير بانه يقدر يفوز بلقب هالبطوله، خاصه انه هيدا اول لقب بيكون لا هومنتمن ان كان على الصعيد الرسمي او على صعيد المباريات والبطولات الوديه الدوليه. على كل الاحوال اكثر فريق احرز لقب البطوله هو النادي الرياضي بيروت، البطوله اللي انطلقت عام 1990 تكريما وتخليدا لذكرى حسام الدين رفيق الحريري يلي فقدوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحادث طير. حاليا انطلاقه الكوارتر الثالث، نزار كنيولا مكرم بن رمضان، عمر الموحلي لرضوان بن سليمان، زون ديفنس بلش الكوتش جوم جاعس، رضوان عنده ثلاث اخطاء كمان دخل لارض الملعب ما عم بيسجل تحت الباسكت. مكرم 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 كل اللعبه عند الفريق التونسي امبارح ضد النادي الرياضي واليوم ضد هومنتمن هو مكرم بن رمضان، 28 نقطة لمكرم بن رمضان. ووكينج على مايك تايلر، تورن اوفر على مايك تايلر، 56-44. ينتبه مايك تايلر لأنه بده يجربوا هلا لاعبين النجم الساحلي التونسي إنه يركبوا عليه الخطأ الرابع.
هو ودوين جاكسون تسديدة من بيلي كلارك ما بيسجل عن ارك عليك 3 بوينتس دوين جاكسون بيبقى محافظ على الطابة دوين جاكسون مايك تايلر بيسدد كثير بعيد عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل الخطأ على نزار كنيوة خطأ على اللاعب رقم 12 نزار كنيوة والبوسيشن لمصلحة هومنتمن بيروت بالفاينل مرة جديدة البوسيشن تبقى لمصلحة الفريق اللبناني اوت اوف باوند نجم الساحة التونسية اللي راح يستضيف بطولة الأندية العربية من 10 ل 20 الشهر القادم يعني تشرين الثاني بسوسة على أرضهم وبين جمهورهم لأول مرة راح ينظموها وبلاك شوت من مكرم بن رمضان مكرم بن رمضان بتقول اسمه قد ما بتقول اسم فريقه على أوقات المباراة كلها أوت أوف باوند الكرة راح تكون لمصلحة الفريق اللبناني نديم السعيد ما بيسجل الريباوند دميرة راح تكون البوسيشن تبقى لمصلحة نادي هومنتمن تبقى لمصلحة نادي هومنتمن اوت اوف باوند 14 ثانية جديد يوم بعد ما شفنا دوين جاكسون بالتسجيل دغري تركب عليه ثلاث اخطاء دوين جاكسون وجهه في مكرم او في بقلب وجهه رضوان بن سليمان هالمره هو اللي بيسجل رضوان ما راح يقدر يدافع مضبوط على دوين جاكسون بالمقابل كمان بالميل الثاني الاجانب بصفوف هومنتمن ما راح يقدر يدافعوا بالشكل المطلوب هومنتمن يلي مبلشين المباراه باجنبيين وأثر ماجوك افضل سكورر عندهم بالفريق موجود على البنش عنده ثلاث اخطاء نديم حاوي بدلا منه على ارض الملعب معه اربع اخطاء نديم سعيد هو اللي بيرتكب الخطا الثالث على نديم سعيد الخطا الثالث على نديم سعيد الكره راح تكون اوت اوف باوند لمصلحه الفريق التونسي رضوان بيتعرض للبلوك شوت من دوين جاكسون خطا على دوين جاكسون الخطا الرابع على دوين جاكسون خطأ الرابع على دوين جاكسون خلينا نشوف الإعادة إبراهيم بس تقدر عند فري ثرو لاين الأولي بيسجل منا رضوان بن سليمان عطر ماجوك عم يتحضر للدخول لأرض الملعب يعني قاتلة كانت هالسفرة كانت سفرة كتير قاسية على هومنتمن حاليا بيدخل آتر ماجوك لأرض الملعب كرم مشرف مايك تايلر عم يتعرض للخطأ مايك تايلر خطأ على اللاعب بيلي كلارك الخطأ الثالث على بيلي كلارك الكرة راح تكون لمصلحة نادي هومنتمن اوت اوف باوند اتر ماجوك بسرعة بده يوصلها لعند مايك تايلر بيبقى محافظ على الطابة مايك تايلر بيحصل على الخطأ خطأ على اللاعب رضوان بن سليمان الخطأ الرابع على رضوان بن سليمان يعني خطأ على دوين جاكسون الخطأ على رضوان بن سليمان اثنيناتهم صاروا بأربع أخطاء بقدمه تحت رضوان بن سليمان ارتكب الخطأ النجم التونسي أوت أوف باوند لمصلحة هومنتمن أتر ماجوك لعند مايك تايلر في خطأ جديد الخطأ على اللاعب رقم 9 مكرم بن رمضان الخطأ الثاني على مكرم بن رمضان الكرة مرة جديدة راح تكون اوت اوف باوند تايم اوت للكوتش خطأ على مكرم بن رمضان وخطأ على اللاعب رضوان بن سليمان 7:34 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث
ننتهي التايم اوت 7 دقائق و34 ثانية. الجيم يلي عم بيتواصل، ما بعرف قديش رح ياخذ بعد وقت المباراة، مباراة هومنت من امبارح بالنصف النهائي يعني خلصت، بلش الساعة 5:30 خلصت الساعة 8:55. هيدا فاينل دورة حسام الدين الحريري. كرة لمصلحة مايك تايلر وهومنت من لبنان. مايك تايلر بيشوف في بريك كلارك من نقطتين ما بتوصل الا لعند نديم حاوي، ما بيسجل نديم حاوي تحت الباسكت، وخطأ لنشوف على مين الخطأ، على نديم حاوي. خمس اخطاء. فاول اوت نديم حاوي بيدخل بدلا منيو دانيال بغداديان. خمس اخطاء اليوم على نديم حاوي، قلت لكم طوال حيكونوا كثير هالدقايق. يلي عنده بنش اكثر بهيدي الجيم هو اللي راح يكمل للاخر، على الرغم من انه هومنت من يعني نديم ضيع هون ايزي باسكت ومن بعدها ارتكب خطا، كان خطاه الخامس، كانت كثير قاسيه على هومنت من. دلوقتي يلي بيل كلارك بده يخترق على الباسكت، بوصلها لجنيوة لعمر المحلي، عمر المحلي ما بيسجل. زياد التومي توصل لعند كلارك اللي بيخترق بالكلارك، بيحصل على خطأ كمان. نشوف على مين الخطأ، على دانيال بغداديان، خطأ على دانيال بغداديان، رح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. بيل كلارك عن الفري ثرو لاين، اللاعب الامريكي عنده فرصة ينزل فارق لعشرة. هومنتمن بعد ما لاقوا ريتم المباريات اللي عودونا عليه ببطولة حسام الدين الحريري بانطلاقة الكوارتر الثالث. خلينا نشوف مايك تايلر هون في خطأ على عمر المحلي، خطأ على عمر المحلي، الخطأ الثالث على عمر المحلي. عم بيحوموا ويدوروا لاعبين النجم الساحلي لياخذوا اوفنسيف فاول من مايك تايلر. مايك تايلر الهيئة عنده إصابة خفيفة بكتفه. مايك تايلر هيرجع يقوم ليكمل المباراة. مايك تايلر وإلي شمعون بيدخل بدلا من كرم مشرف. تسديدتين عن الفري ثرو لاين رح يكونوا لمايك تايلر. هلا اي خطا لمصلحه هومنتمن رح يكون في تسديدتين عن الفري ثرو لاين. وقبل 6 دقائق و43 ثانيه لنهايه الكوارتر الثالث. على كل الاحوال الكوارتر الثالث مبلش بريتم كثير بطيء. مايك تايلر ما عم يسجل عن الفري ثرو لاين، واحدة من اثنين لهلا عن الفري ثرو لاين، 16 من 20 لهومنتمن، 12 من 23 للنجم الساحلي. مايك تايلر الثاني بيسجل منها نقطته ال 16 بالمباراة، بعده أفضل سكورر بالجيم هو مكرم بن رمضان ب 28 نقطة. بيلي كلارك بيخترق على الباسكت وبيسجل، بيعرف إنه أتر ماجوك ما في يلعب عليه ديفنس اكثر من هيك، ما بيقدر لانه بيركب على حاله. خطا رابع مايك تايلر، باسكت ان لمايك تايلر، ولع جمهور الملعب، ولع جمهور هومنتمن مايك تايلر، وبلشت الاثاره والحماس تطلع مره جديده، يطلع الليفل تبعها بارض الملعب. ومايك تايلر نقطه ال 18 الخطأ الرابع على بيل كلارك. مايك تايلر عن الفري ثرو لاين بيسجل، فارق بيرجع 12 نقطة لمصلحة هومنتمن.
تسديد من بيل كلارك ما بتتسجل. الريباوند لكرم مشرف من بين الكل بالضغط. الريباوند زياد الكومي بيرتكب الخطا وتسديدتين عن الفري ثرو لاين راح يكونوا لكرم مشرف. بالاوقات كرم مشرف مع وصول امين عام طيار المستقبل احمد الحريري ممثلا النائب السيدة بهية الحريري بالمباراة النهائية لتقديم طبعا كأس البطولة بنهاية الجيم، الى جانب رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة وليد نصار. بالوقت اللي كرم مشرف عم بيسجل عن الفري ثرو لاين 64-50 التقدم لمصلحة هومنت من على النجم الساعي التونسي بطل العرب. زيادة التومي لمكرم بن رمضان، حلو كثير تمريرته لمكرم بن رمضان. مكرم بن رمضان عم بيعطي الاسيست لبيل كلارك اللي بيسجل نقطته التاسعة والاسيست الثاني بالجيم لمكرم بن رمضان. مايك تايلر عم بيطلع الطابة بكل رواق، 5 دقائق و40 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث من الفاينل. هومنت من عينه على اللقب وكرم مشرف بيسجل لاعب ذكي، يعني هو اسمه كرم وعم يكرمهم لنادي النجم الساحلي بهالنقطتين. ضيوف اعزاء بقاعة الرئيس سعد سليم بالنادي الرياضي بالمنارة ببيروت بفاينل بطولة حسام الدين الحريري. مكرم بن رمضان، مكرم بن رمضان لعمر الموحلي عن ارك على 3 بوينتس بيسجل عمر الموحلي بينزل فرق مرة جديدة ل 11-66 هومنتمن 55 النجم الساحلي التونسي. كرم مشرف في محافظ على الطابة بيخترق مرة جديدة على الباسكت وصلها لعند أتر ماجوك من نقطتين ما بيسجل. فرصة للنجم الساحلي لينزلوا الفرق واللاعب زياد التومي في باسكت كاونتد عند الطابة وصلت على البورد قبل ما يعمل البلاكشوت على العملاق أتر ماجوك. فارق عم ينزل لتسعة بالكوارتر الثالث. التقدم مازال لبناني. مايك تايلر لسمون يفرجينا الليدرشيب يلي فرجينا اياها بمباراة الدور الاول وسجل 40 نقطة بوقتها. أتر ماجوك تحت الباسكت بيستلم الاسيست من مايك تايلر وبيسجل نقطة 26. مايك تايلر اللي سجل 40 نقطة ضد النجم الساحلي بأول جيم بين بعض هالبطولة. مكرم بن رمضان تحت الباسكت مع أتر ماجوك في ووكينج على مكرم بن رمضان، ووكينج على مكرم بن رمضان والطابة مع مايك تايلر. نديم سعيد اسمع الشمور لمكمن ولعت ولعت بالمنارة. زياد التومي سرعة الهومنتمن عم يرجع يطلعوا الفارق. الماتر بيسجل نقطته التاسعة نديم سعيد. زياد التومي عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل نديم سعيد وفي خطأ على أتر ماجوك. هذا الخطأ الرابع على أتر ماجوك، الخطأ الرابع على أتر ماجوك. أكيد رح يطلعوا هلا من الملعب الكوتش جوم جايس. فارق 14 نقطة. مكرم بن رمضان راح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. الأولي بيسجل منه مكرم بن رمضان. تاني بيسجل ايضا منا مكرم بن رمضان. فارق بيرجع ل 12 نقطة. مايك تايلر هو عم بيطلع الطابة لمصلحة نادي هومنتمن.
مايك تايلر بيحافظ على الطابة وبيعترض طريقه زياد التومي بيرتكب خطأ وعنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. مايك تايلر دوين جاكسون عنده أربع أخطاء بده ينتبه. أنا برأيي يمكن ما بعرف كتير بالتدريب أكيد، بس بعتقد أنه لازم يطلب منهم جون جايس ما تعملوا ديفنس، يعني خسرت بعد النقاط بالجيم بتكون أقل من خسارته لاعبين أمريكان عم بيعملوا شغل كتير على أرض الملعب لجون جايس. أكيد كوتش جو بيعرف أكتر مني بكتير. خلينا نشوف شو رح يكون. وثلاث دقايق وثلاثة وعشرين تاني بالكوارتر الثالث، من مين كتير يبقوا الهومنت من عندهم هالليد إذا مقررين يفوتوا على الرابع ويربحوا لقب عم بيكون صعب جدا بالمنارة ببطولة حسام الدين الحريري الدولية لكرة السلة. عمر الموحلي من فوق قطر مشاق بيسجل عمر الموحلي. مايك تايلر بيرجع بيستلم الطابة مرة جديدة. مايك تايلر طالع هو على الفاست بريك. مايك تايلر اول ذا واي بده ينتبه قطر مشاق. مكرم بن رمضان بوصلها لزياد عتكومي. الريباوند لقطر مشاق. قطر مشاق لكرم مشرف يبقى محافظ. زكي برافو يا كرم لانه بتوصل لعند قطر مشاق. بيولع جمهور مانتمان قطر مشاق. زكي هو مايك تايلر 8 اسيست 23 نقطة 7 ريباوند. هيدول أرقامه. ويلي كام لتسديدة عن أرك 3 بوينتس ما بتتسجل. مكرم تحت الباسكت عسل على الخطأ. لنشوف على مين الخطأ. وائل إبراهيم الحكم المصري. فاول أوت دوين جاكسون. خلينا نشوفه هون. دوين جاكسون عم يرتكب الخطأ. 7 نقاط بس اليوم، خطأين كانوا سريعين عليه بالكوارتر الأول، وحاليا تاني لاعب عم يطلع من هومنتمن بالأخطاء الخمسة بعد نديم حاوي. دقايق صعب كتير، يعني باقي من الجيم كلها 12 دقيقة و 13 ثانية. رح يكونوا طوال كتير على الملعب، رح يكونوا طوال كتير على الفريق اللبناني على جمهور نادي هومنتمن. تقدم بعده اللبناني. مكرم بن رمضان ما بيسجل. الكرة رح تكون لمصلحة الفريق اللبناني. اوت اوف باوند. نديم سعيد بيجرب يوصلها لمايك تايلر. بينجح بهالشيء. عم يدافع عليه ويلي كام. مايك تايلر لاعب عنده سكيلز كثير عالي بالدربلينج وبيعرف كثير منيح كيف يهرب من الديفنس. خلينا نشوف شو راح يعمل هون. مايك تايلر بوصلها لعند قطر مشاق. تبقى البوسيشن لمصلحه الفريق اللبناني. اوت اوف باوند مع مايك تايلر مره جديده. وخلينا نشوف مكرم بن رمضان هو عم يدافع على قطر مشاق. الاثنين العمالقه يلي هن البست سكوررز بالجيم لهلا. نديم السعيد ما بيسجل عن ارك 3 بوينتس. كان قريب جدا من انه يسجل نديم السعيد، وكان سجل 4 من 4 لانه لهلا عنده 3 من 4 عن ارك 3 بوينتس. عمر الموحلي بشوف في الي شمعون بده يعتمد كثير الهومنتمن لهالوقت المتبقي من الجيم على اللاعبين اللبنانيه. ويلي كام بده يوصلها لعند عمر الموحلي عن ارك 3 بوينتس وبيسجل. عمر الموحلي الفارق بيرجع بينزل ل 11 نقطه. ومايك تايلر عم يطلع الطابه. مايك تايلر بول هاندلر هومنتمن. اهم شيء هو وقطر مشاق ما يرتكبوا ولا اي خطا بهالدقيقه وسبع ثواني. مايك تايلر بده يهرب وصلنا لقطر مشاق. ما بينزع. نو شوت. ما في شوت. ما في تاخذ وتعطي معه. هيدا ما بعرف. بده ينتبه بس من الفاول هون. 30 نقطه
8 ريباوندز لأتر مجاك عمر المحلي. برافو زكي أتر مجاك وزكي عمر المحلي. عمر عم يخترق لحتى يحصل على الخطأ وأتر مجاك وقف أرضه حتى ما جرب يعمل البلاك شات. أتر مجاك بوجه في مكرم بن رمضان بيبقى محافظ على الطابة. أتر مجاك بوصلها لعند كرم مشرف. كرم شو راح يكون الحل؟ بده يخترق على الباسكت ما بيسجل. مكرم بن رمضان على الفاست بريك. اوه كمان زيادة تومي البوينت جارد التونسي بيستعرض بينزل فارق لتسعة وبيستعرض بالسلة اللبنانية. مايك تايلر شو راح يكون الحل من عند مايك تايلر؟ من نقطتين مايك تايلر. اوه مايك تايلر بنال الكوارتر الثالث 81-70. شو هالجيم؟ شو هالفاينل؟ شو هالدورة حسام الدين الحريري؟ شو هالجيم؟ ما معقول. من اجمل مباريات الباسكت. ليفل كثير عالي، هيدا ليفل وهيدا مستوى وهي بطولة. واكيد رح تابع الجيم، بس خلينا ناخذ ابرز الاحصاءات بسرعه من عند زيد. اكيد صبحي صبحي لهلا مثل ما عم نشوف يعني مايك تايلر عم يتابع التالق اللي كان عم يعمله بالجيمات يلي قبل. لهلا صار قادر يجيب 25 نقطه، 9 اسيست معهم، 7 ريباوند. أتر مجاك نفس الموضوع، يعني اذا البوينت جارد تبعهم مثلا ما عم بكفي في عندهم السنتر تبعهم كمان. 30 نقطه لأتر مجاك مع 8 ريباوند، عم يعمل شغل كثير كبير تحت السله. بس بنفس الوقت فريق نجم الساحلي عندهم لاعب كثير كبير اللي هو مكرم بن رمضان، لهلا عنده دبل دبل 32 نقطة مع 10 ريباوند. لنشوف آخر كوارتر معكم مشاهدين كيف حيكون. ثانك يو لك زيد. فإذا آخر بريك لليوم قبل ما نرجع من بعد الإعلانات للكوارتر الرابع. عودي نحن وياكم مشاهدينا مباشرة للمنارة. آخر كوارتر، آخر 10 دقايق، هيدا الفاينل وهيدي الجيم ما بين هومدمن والنجم الساحلي. والمايك تايلر جمهور هومدمن. مكرم بن رمضان ما بيسجل الريباوند لكرم مشرف. ممتاز ممتاز. فاست بريك نديم سعيد المتر عن ارك 3 بوينتس. سماش مور يعني جمهور لومتمن عم بيعلق اجمل تعليق على سلات لاعبينه. فرق بيرجع بيطلع ل 16 نقطه بعد ما كان 9 نقاط بنهايه الكوارتر الثالث. بيل كلارك بيرتكب خطا. نديم سعيد محامي متمرن عم بيعرف شو عم بيعمل، دارس القضية مظبوط. نديم سعيد عارفين هيدي بدها براءة، لأنه البراءة هون هي البطولة. فنديم متلمس على إيدين والده محامي مخضرم كمان، عم بيعرف كيف يشتغل صح. 12 نقطة، 4 من 5 عن آرك 3 بوينتس لنديم سعيد. زياد التومي وصلها لبيل كلارك. بيل كلارك بده يخترق معه نديم سعيد، وصلها لعمر المحلي والثواني بينتهوا. كلوك فايوليشن على النجم الساحلي التونسي. كلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن، كلوك فايوليشن. انا نشوف الحكام اذا رح يجوا لعندي على الاعاده. كلوك فايوليشن. ابراهيم اعطيني اياها بالاعاده. خلينا نرجع نعيدها من عنا من ال يعني عم نرجع. خلينا نشوفها، نرجع بالاعاده لل اجين للحكم عبد الكريم شكيب. خلينا نشوف هون. خلينا نشوف القرار بالنهاية للحكم. خطأ. فإذا الحكم عبد الكريم شكيب
عم نرجع نفرجيها بالاعاده لانه هيدا القانون. خلينا القرار للحكم بالنهايه خطا على الي شمعون، خطا على الي شمعون. واحلى شيء بالجيم والشباب هذيك اليوم على انستغرام ثانك يو كثير، يعني حطوا لي انه انا مترين وعشرة، هن اذا بتشوفوا انا قلت انه مترين وعشرة بخوفوا بيهجموا كلهم. طب تعال شوفوا شو بتحس انه كلهم بيكون حواليك كلهم عمالقه وناطرين كلمه. انا بصير بعمل حالي انه دخيلك حدا واحد بيشوف بياخذ قرار. الحكم عبد الكريم شكيبه البحريني اللي قرب ياخذ قرار وبقول في فاول. مايك تايلر، مايك تايلر هلا كل شيء عملته بالبطوله لهلا، هلا لازم تفرجينا اكثر منه يا مايك تايلر. ما بيسجل عن ارك 3 بوينتس، فرق 14 نقطه لمصلحه هومنتمن. عمر المحلي لكلارك عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين راح يكون؟ الريباوند لزياد التومي عم بيقاتلوا هلا، صاروا لاعبين النجم الساحلي على كل طابه. والكام في خطا، خطا على نديم سعيد، الخطا الخامس على نديم سعيد. اوه كثير قاسي هاي، الخطا الخامس على نديم سعيد، ثالث لاعب بيطلع من هومنت من بالاخطاء الخمسه. ما بعرف مين بده يلعب اخر شيء. خمس اخطاء على نديم سعيد، بيدخل بدلا منه سيفاك كيتنجيان. خلينا نرجع نعيد ابراهيم بعد مره من هيدي الزاويه عند زميلنا محمود لبان من كاميرا محمود، بس تقدر يعني. الحكم اعتبر هون انه في شد بالايد. عمر المحلي من نقطتين ما بيسجل، مكرم تحت الباسكت ما بيسجل باول مره، وبالثاني مره بيسجل مكرم بن رمضان. مكرم بن رمضان 34 نقطة لمكرم بن رمضان، 12 ريباوند لمكرم بن رمضان. كرم مشرف بده محافظ على الطابة، كرم مشرف بده يوصلها لمايك تايلر، مايك تايلر بيحصل على الخطأ من ويلي كامب، الخطأ الثاني على ويلي كامب، والكرة راح تكون لمصلحة نادي هومنتمن اوت اوف باوند. شو هالجيم، شو هالمباراة الفاينل، الجيم حماسي على الماكسيموم. مايك تايلر بيبقى محافظ على الكرة مايك تايلر، ولكن بالنهاية التورن اوفر كان بانتظاره لمايك تايلر. 7 دقائق و39 ثانية، اساسا هلا كل البريشر هو على مايك تايلر، كل البريشر هو على مايك تايلر. بدنا نشوف قديش كرة لمصلحة النجم الساحلي على السات اوفنس. عمر المحلي لبيلي كلارك، تورن اوفر على بيلي كلارك البوسيشن. خلينا نشوف لمصلحة النجم الساحلي، بوسيشن لمصلحة النجم الساحلي. 7 دقائق و24 ثانية لنهاية الكوارتر الرابع. لا الكرة هون لمصلحة هومنتمن لازم تكون. كرة لبيلي كلارك وصلها لعمر المحلي عن ارك الثري بوينتس. عمر المحلي عم بينزل الفارق لتسع نقاط، عمر المحلي عم بينزل الفارق لتسع نقاط قبل 7 دقائق و16 ثانية على نهاية الجيم. على كل الأحوال خلينا نسمع التايم أوت للكوتش جوم جايز. No more ball screen.
77 86 7 دقائق و 16 ثانية لنهاية الجيم النهائية فاينل دورة الحريري. تورن اوفر على سيفاك تنجيان. على كل الأحوال هلا بده ينتبهوا من خبرة كثير كبيرة عندهم إياها النجم الساحلي التونسي. ممكن كثير يعمل تونس يلي عملوا فيه النادي الرياضي السنة الماضية بمثل هالوقت بالذات بالفاينل. خلينا نشوف سوا شو رح تكون الأمور وكيف رح تكون. مكرم بن رمضان بيخترق. مكرم بن رمضان بوصلها لويلي كامب عن ارك 3 بوينتس. ما بيسجل ويلي كامب. الكرة لمين رح تكون؟ لمصلحة ويلي كامب مرة جديدة. عمر المحلي بيخترق على الباسكت. مكرم بن رمضان هو بيحصل على الطابة وباسكت ان لمكرم بن رمضان. خطأ على اللاعب. مين رح يكون؟ 88 الحكم العصري بيقول على مايك تايلر. الخطأ الرابع على مايك تايلر. خطأ الرابع على مايك تايلر. 86 79 تسديدة إضافية لمكرم بن رمضان على الفري ثرو لاين. 36 نقطة لمكرم بن رمضان مع 13 ريباوند. مكرم بن رمضان على الفري ثرو لاين بيسجل بينزلوا الفارق لأقل مرة 6 نقاط بعد ما كان 16 نقطة. 6 نقاط الفارق. نشوفوا مدمن كيف رح يتعاملوا مع الجيم. أتر ماجوك تحت الباسكت بيحصل على الخطأ. لنشوف الخطأ على مين. لنشوف الخطأ. خطأ على مين رح يكون؟ خطأ على اللاعب رقم 4. ما في 4 بالملعب. خطأ على اللاعب رقم 8 عمر المحلي. خطأ الرابع على عمر المحلي. 4 أخطاء على عمر المحلي. اوت اوف باوند الكرة لمصلحة سيفاك كيتنجيان. أتر ماجوك. أتر ماجوك بيبقى محافظ على الطابة بوصلها لسيفاك. كرم مشرف لأتر ماجوك تحت الباسكت. ما بيسجل أتر ماجوك بالوقت الغالي. ما بيقدر انه يسجل. فرصة للفريق التونسي ينزل الفارق أكثر. الكرة لبيلي كلارك بيفترق بوصلها لعند ويلي كامب عن ارك على 3 بوينتس. ما بيسجل. الريباوند لسيفاك كيتنجيان. ومايك تايلر عم يطلع بالطابة بزكا. مايك تايلر طالع على الفاست بريك لإلي شمعون. إلي شمعون لكرم مشرف ودعانا ما بيسجل منها. كرم مشرف بشكل كتير ذكي كان عم بيحاول انه يسجل. هول الطابات بخوفوني انا بالفاينل. لنشوف الخطأ على مين. خطأ على إلي شمعون. رح يكون في تسديدتين لبيلي كلارك عن الفري ثرو لاين. انا هول السلات اللي ما بفوتوني اللي هيك يعني بفوتوني بشوي ديبرشن اذا بدك زاد لانه حرام الهومنتمن عم بيلعبوا بكل البطوله بطريقه ممتازه. وهلا حاليا الفريق التونسي عم بيلعب بخبرته الكبيره ضد نادي هومنتمن. كلارك ما بيسجل. مايك تايلر لهومنتمن. مايك تايلر بيسجل. مايك تايلر فيري بيرجع بيطلع 7. اعصاب هلا كثير مهمه لهومنتمن ليربحوا اول لقب لهم بتاريخهم بالوقت يلي سيفاك كيتنجيان عم بيرتكب خطا. خطا لمصلحه بيلي كلارك. 5 دقائق و21 ثانيه لنهايه هالجيم. الجيم الرائعة المباراة الفاينل. فاينل ببرشر. فاينل بضغط. فاينل بأداء. فاينل بحلاوة باسكت بول بدورة حسام الدين الحريري بنسختها 26 لكرة السلة. بيل كلارك عن الفري ثرو لاين بيسجل واحدة من اثنين. خليك هيك كمل هيك.
سيفاك كيتينجيان بيوصلها لمايك تايلر. مايك تايلر وصلها لعند أتر ماشوك معه مكرم بن رمضان. أتر ماشوك ما بيسجل. أتر ماشوك كرة لمصنعة فيل كلارك وفي خطأ على اللاعب كرم مشرف. خطأ الثالث على كرم مشرف. تسديدتين عن الفري ثرو لاين رح يكونوا لبيل كلارك مرة جديدة. تسديدتين لبيل كلارك 88-82. الأعصاب كلها مشدودة وين ما كان. الجمهور يلي اليوم كل جمهور اللبناني عم بيتابع ومحبي الباسكت وحتى اللي ما كتير بيحضروا باسكت عم بيتحمسوا لمباراة هومنتمن والنجم الساحلي التونسي. 88-82 بيل كلارك عن الفري ثرو لاين. طبعا هون عم بيتم تنشيف ارض الملعب على جنب الملعب في مي من اللاعبين يعني لما يزحط اي لاعب. ومايك تايلر يلي رح يكون عليه برشر كتير كبير باخر خمس دقائق مين رح يتسلم كأس بطولة حسام الدين الحريري. يعني سنة الماضية بتذكر كتير منيح ب 19-10-2015 جيم انتهت بعد 2 اوفر تايم. ما بعرف ليه عندي شعور هيدي ما رح تكون بعيدة عنا. 88-82 تسديدتين رح يكونوا لبيل كلارك. افضل سكوررز لهلا بالجيم مكرم بن رمضان 37 نقطة. 30 نقطة أتر ماجوك. 29 نقطة مايك تايلر. 10 اسيست 7 ريباوندز. قريب من تريبل دبل على فكرة مايك تايلر. بده 3 ريباوندز بيعمل تريبل دبل. أفضل ريباوندر بالجيم هو مكرم بن رمضان ب 14 ريباوند وراء أتر ماجوك ب 9 ريباوندز. بيل كلارك على الفري ثرو لاين الأول بيسجل منها. الفارق بينزل لخمسة. أقل فارق لهلا بالجيم. المباراة النهائية لدورة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 26 لكرة السلة بالطعم اللبنانية التونسية والبرشر رجعت على نقطة الصفر. وليكو امتين لما دخلنا آخر خمس دقايق من هالفاينل. سيفاك كيتنجيان بده يوصلها لعند أتر ماجوك وبشوف في مكرم بن رمضان. أتر ماجوك بيحصل على الخطأ من مكرم بن رمضان. الخطأ الثالث على مكرم بن رمضان. الخطأ الثالث على مكرم بن رمضان. مهم كثير إذا بيقدروا يحصلوا على الخطأ رابع من مكرم بن رمضان. قول مكرم لاعب عنده خبرة كثير كبيرة بيعرف كيف يتعامل حتى مع الفاول ترابل. أتر ماجوك تحت الباسكت بيحصل على الخطأ. أتر ماجوك وعنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. الخطأ الرابع على زيادة تومي. يعني اللاعبين التوينسي عندهم 4 أخطاء على عمر المحلي، 4 أخطاء على بيل كلارك، 4 أخطاء على زياد تومي، 4 أخطاء على رضوان بن سليمان، ولكن عم بيعرفوا يتعاملوا كتير منيح مع الفاول ترابل. بينما دوين جاكسون ونديم حاوي طلعوا من الملعب بالأخطاء الخمسة مع نديم سعيد أيضا. أتر ماجوك بيسجل على فكرة 12 من 13 عند الفري ثرو لاين. نقطة 32. زياد التومي. بيل كلارك عن ارك 3 بوينتس او ويلي كامبي اللي سدد ما سجل. كلارك بيرجع بده يخترق على الباسكت. الكرة لمين رح تكون؟ لمصلحة هومنتمن. كرة لمصلحة هومنتمن اوت اوف باوند لمصلحة هومنتمن. سيفاك كيتنجيان عم بيطلع الطابة. جمهور هومنتمن هلا لازم يكون اللاعب السادس. عم نشوفه هون بالإعادة براسه لبيل كلارك.
مايك تايلر من نقطتين. مايك تايلر بيسجل مايك تايلر للفريق اللبناني لهومنتمن 92-84. الكل على اعصابه. ابراهيم بس تقدر تاخذ كيم ماركيان، ما بقى عنده اعصاب. عمر الموحلي بيبقى محافظ على الطابه لبيل كلارك، بيحصل على خطا. لنشوف على مين الخطا، على مين راح يكون. لاعب رقم 9 الي شمعون، الخطا الرابع على الي شمعون. ايضا اربع اخطاء. طبعا هومنتمن اللي عم يلعب بغياب هايك السوبر ستار اللبناني لفريق هومنتمن بكل البطوله، طبعا هايك لانه بيخلص توقيفه ب 16/11/2016. يعني لو عم بيلعب هايك اليوم كان غير موضوع بعد تماما لنادي هومنتمن. فارق 7 نقاط. هذا جيما نوكيا وامين عام طيار المستقبل احمد الحريري يلي هو كمان بحب الرياضه للماكسيموم، عم بحوار مع جيما نوكيا. مايك تايلر، براشر كتير كبير على مايك تايلر. تسديد عن ارك 3 بوينتس. اسمع الجمهور، هو المعلق. عمر الموحلي ما بيسجل الريباوند لعطر ماجوك. دبل دبل 32 نقطة، 10 ريباوند لعطر ماجوك، والجيم فارق 9 لمصلحة هومنتمن. مايك تايلر 34 نقطة، ثاني أفضل سكورر بالجيم بعد مكرم بن رمضان. مايك تايلر لكرم مشرف لسيفاك كيتنجيان، ما بيسجل الريباوند. لمين راح يكون؟ لكرم مشرف. زكي زكي يا كرم، برافو يا كرم. بيرجع بيخلي الطابة لمصلحة فريقه اللي شمعون، بده يوصلها لمين؟ لمايك تايلر. باقي 4 ثواني، بعيد الثلاث امتار. مايك تايلر يا اسمعوا، أنا ما خصني. ليكم وين؟ ليكم وين؟ ياي مايك تايلر. اوه تايم اوت، تايم اوت. هيدا جيما نوكيا بطلت اجري عم تجعها قبل الجيم، قال لي ما قادر امشي. استاذ ناصر عمود منسق قطاع منسق تيار المستقبل بصيدا الى جانب الزميل حسام الدين سبيب. اسمعوا جمهور هومنتمن. ابراهيم سمعنا الجمهور. جمهور هومنتمن، جمهور يلي قبل دقيقتين و 28 ثانية عم بيولعها. وليكم من قائد الجمهور اليوم ترك البيانو وعم بيقود الجمهور جيما نوكيا. نزار كليوة لزياد التومي، 12 نقطة التقدم لمصلحة الهومنتمن. زياد التومي عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. مكرم بن رمضان 15 ريبون 39 نقطة، أفضل سكورر بالجيم هو مكرم بن رمضان 39، وراه مايك تايلر ب 37. ومكرم بن رمضان عم يرتكب الخطأ الرابع الشخصي. خبرة لاعبين نجم الساحلي كيف تبين مشاهدينا؟ أربع أخطاء رضوان، أربع أخطاء زياد التومي، أربع أخطاء
بيريك كلارك، أربع أخطاء مكرم بن رمضان، أربع أخطاء عمر الموحي. بينما طبعا عمر بن برجع بقول هي أول مرة عم بيشاركوا بالباسكت بدورة دولية بهالحجم بهالقوة بهالضغط بهالإثارة بهالحماس قدام فرق الأفضل بالعالم العربي. برجع بقول هيدي السنة كان من المخطط إنه يكون في ثلاث فرق من اليورو ليج، واحد من قبرص، واحد من اليونان، واحد من فرنسا. لو كانت البطولة انعملت بتوقيتها القديم من 1 ولغاية 8 أكتوبر، تغيير البطولة بسبب توقيت بطولة آسيا، تغيير توقيتها أدى لاعتذار هالفرق. سنة الجاي إذا الله راد رح نبعد عن أي بطولة إقليمية أو دولية لتنعمل بطولة فيها ثلاث فرق من اليوروليج. الهومنتمن مرة جديدة الفريق اللي عم يوصل للمئة نقطة، 138. مكرم بن رمضان عم يتعرض للخطأ، نشوف الخطأ على مين. خطأ الخامس على مايك تايلر، خطأ الخامس على مايك تايلر بدقيقة و43 ثانية لنهاية الجيم. مايك تايلر ضرب كتير كبيرة هلا، يعني بعد الجيم خطرة. 188، دقيقة و43 ثانية لنهاية الجيم. سيمون أوهانيان بيدخل بدلا من مايك تايلر. هلا الضغط بده يصير على سيفا كيتنجيان. سيمون أوهانيان يلي بيدخل بدلا من مايك تايلر، سيفاك وكرم مشرف وإلي شمعون وعطر ماجوك إلى جانب سيمون. لنشوف قديش رح يتحملوا ضغط هاللاعبين. الريباوند لتومي وبلوك شوت من عطر ماجوك. بالكلارك وصلها لعند عمر الموحلي عن ارك 3 بوينتس، بيسجل بينزل الفارق عمر الموحلي. وبده ينتبهوا لاعبين اومنتمن، دقيقة و34 ثانية، فارق 8 بس خلص، بعد في دقيقة و 34 ثانية، يعني المباراة رجعت على الصفر لأنه 8 نقاط، يعني الليدر برا اللي هو مايك تايلر. وهلا بده يلعبوا بخبرتهم لاعبين النجم الساحلي. سيفاك بيبقى محافظ على الطابة، بتبقى لمصلحته لسيفاك. لازم أهم شيء يطلعوا من ملعبهم ويضيعوا قد ما فيهم ثواني بملعب الفريق التونسي نادي هومنتمن. نشوف اللاعبين الخبرة كلهم خارج الملعب. كرم مشرف البريشر رح يكون عليه لكرم مشرف. اوفنسيف فاول على كرم مشرف، الخطأ الرابع على كرم مشرف، الخطأ الرابع على كرم مشرف. وتسديدتين رح يكونوا عن الفري ثرو لاين. بريشر كتير كبير على لاعبين هومنتمن، بريشر كتير كبيرة. لا اوت اوف باوند الكرة، اوت اوف باوند الكرة لمصلحة فريق النجم الساحلي التونسي. مكرم بن رمضان بيبقى محافظ على الطابة. مكرم بن رمضان بده يلعبوا السيت اوفنس للاخر النجم الساحلي. واوفنسيف فاول على بيلي كلارك، اوفنسيف فاول على بيلي كلارك، وفاول اوت بيلي كلارك، فاول اوت. سيفاك كيتنجان رح يكون عنده هاي بالإعادة من هون من هالكاميرا، واضحة 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 بكتفه. سيفاك كيتنجان لازم يكون أعصابه هون ما يقدر يطلع الطابة، بس أهم شيء يقدر يطلع الطابة من ملعبهم بوجه النجم الساحلي التونسي. بيطلع بيلي كلارك، بيدخل بدلا منه اللاعب نزار كنيوة، لاعب خبرة، لاعب أولمبيك جيمز، لاعب بطولة عالم. كرم مشرف هو بده يطلع الطابة، كرم بيدافع عليه زياد التومي، بيلعبوا الثواني للاخر. برافو كرم، بيبقى محافظ على طابته. كرم مشرف بده يدخل على الباسكت، جرب يوصلها لعند اندر ماجوك ولكن تورن اوفر. دخلنا اخر دقيقة من هالجيم،
زياد التومي لنزار كنوة لزياد التومي عمر المحلي 8 نقاط الفارق ويلي كامب عن ارك 3 بوينتس اوه نزل الفارق لخمسة 49 ثانية باقي لنهاية الجيم شو هيدا ما بيستسلم الفريق التونسي نزلوا الفارق يعني شو كان بدك بهالفاول يا مايك تايلر شو كان بدك بهالفاول يا مايك تايلر الوقت اللي عم ياخده يعني شحنات من الايجابيات على البانيش فإذاً 49 ثانية لنهاية المباراة 49 ثانية لنهاية الجيم مية خمسة وتسعين الكرة رح تكون أكيد من نص ملعب النجم الساحلي لأنه التايم أوت عم يتاخد بآخر دقيقة نشوف كيف رح تطلع طابة هومنت من تورن اوفر على الفريق اللبناني مكرم بن رمضان كرم مشرف بيعمل ستيل لعند أتر ماجوك لكرم مشرف لسيفاك مهم كتير يطلعوا الطابة طلعوا الطابة طلع الطابة يا كرم طلع الطابة كرم مشرف لنشوف في الطابة مع سيمو اوهانيان تورن اوفر على سيمو نزار كنوة ما بيسجل وان سبورتسمان لايك فاول احتسب الحكم عن سبورتسمان لايك فاول احتسب الحكم وألي شمعون 5 أخطاء اللي شمعون 5 أخطاء راح يكون في تسديدتين على الفري ثرو لاين للنجم الساحلي التونسي يعني 8 نقاط ما بعرف شو هيدا الجيم شو تفسيرها بأي كتاب بتنزل بأي محل بتنكتب لاعبين واحد ورا الثاني على البنش حاليا عاملين كل اللاعبين الصغار بالهومنتمن عم ينزلوا باولو باديكيان اكيد باولو ما كان بتخيل انه الليله يلعب بهالفاينل ضد النجم الساحلي نزار كنوة اذا سجل 2 واخذوا البوسيشن من نص الملعب رح تكون كثير خطه نزار بيسجل لاعب خبره كثير كبير 27 سنه اذا راحوا على اوفر تايم يعني النجم الساحلي بيكون عنده اكيد تشانس كثير كبير انه يربح الجيم ونزار كنوة ما بيسجل الفارق 4-27 ثانية وبريدراك عم يطلب تايم اوت جيم اعصاب جمهور هومنتمن بالملعب وبالبيوت اكيد مشدودة اعصابه على الاخر فايزن اخر 27 ثانية هومتمن معهم 4 نقاط بس لاعبينهم الخبرة كلهم على البنش بالفاول اوت ما عدا كرم مشرف وآتر ماجوك كل واحد منهم هو الاثنين معه 4 أخطاء اصلا خلينا نشوف مين رح ياخذ الدم من النجم الساحلي
كرة لنزار كنيوة، بيخترق نزار، بوصلها لعند عمر المحلي، عمر المحلي لنزار كنيوة لزياد التومي، في خطأ من باولو باديكيان، 16 ثانية عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. اللاعب زياد التومي ليش ما أخذوا التمت سريعة؟ لأنه عم بيلعبوا بخبرتهم، عم بيلعبوا بخبرتهم النجم الساحلي، بيعرفوا انه في صعوبة لهومنتمن يقدر يطلع الطابة من ارض ملعبه. زياد التومي عن الفري ثرو لاين، الاولى بيسجل منها زياد التومي. زياد الثاني بيسجل منه ايضا، الفريق بينزل لنقطتين. سيفاك كتنجان عم يطلع بسرعه وبيبقى محافظ على الطابه. سيفاك كتنجان بيروح على الباسكت، بيحصل على الخطا، وعن سبورتسمان لايك فاول هون لازم. خلينا نشوف شو راح يحتسب الحكم. باقي 9 ثواني، ذكي كثير كان سيفاك، طلع بنجاح. خطا، خلينا نشوف على مين خطا هون. نزار كنيوة الخطأ الرابع. سيفاك عنده تسديدتين من مين كثير عن الفري ثرو لاين. خلينا نشوف سيفاك كيف راح تكون اعصابه. سيفاك كتنجيان سجل وحدة مهمة، سيفاك سجل وحدة مهمة كثير لهومنتمن. سيفاك الأول بيسجل منها سيفاك كتنجيان. سيفاك سيفاك والده عم يتابعوا على المنصة الرئيسية، قال لي والده من أهم العناصر يلي كانوا ببدايات نادي هومنتمن. سيفاك أوه، خلينا نشوف، خلينا نشوف شو رح يعمل النجم الساحلي. الفارق 4 لمصلحة هومنتمن. نزار كنيوة، نزار كنيوة لويلي كامب عن أرك 3 بوينت، ما بيسجل. مكرم بن رمضان والمباراة عم تنتهي. هومنتمن بطل دورة الحريري، هومنتمن بطل دورة الحريري، ولعت المنارة بجمهور الهومنتمن. شوفوا الأفراح المنصة الرئيسية، جمهور هومنتمن مبروك لكم، مبروك، بتستاهلوا البطولة، مبروك. هيدا جيمر كيان جد، شوفوا الجمهور الرائع، مبروك لألكم الفوز مرة جديدة على بطل العرب. 102-98، 102 الفريق اللبناني عم بيقدر انه يفوز، 102-98. وأبطال هومنتمن دوين جاكسون عم ينرفع على الكتاف بهالوقت. خليني اجيب الكوتش جوم جاعز الى جنبي، بلش مقابلات بركي مع الكوتش جوم جاعز مع نديم حاوي ونديم سعيد. خليني اخذ بهالوقت رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي يلي عم بيعطي التهاني للاعب للاعبينه. إذن البداية بمقابلات اليوم قبل ما يبدأ تسليم الجوائز بوسط الملعب رح تكون مع الكوتش جوم جايس. كوتش جو يعني مبروك لك، حطيتوا الجمهور اللبناني كله ببرشر كتير كبير، اللي عم تربحوا على أهم فريق عربي يلي هو بيملك نجوم العالم العربي، نجوم منتخب تونس، نادي النجم الساحلي التونسي يلي فرج عن هوية بطل حقيقي مع لاعبينه مكرم بن رمضان، رضوان بن سليمان، وعمر المحلي، وكل هاللاعبين النجوم. قديش تعرضتوا لبرشر كتير كبير؟ أول شيء قبل ما جاوبك بدي أقول مبروك للبنان بانتخاب رئيس جمهورية للبنان، مبروك للبنان إنه تركنا له البطولة على أرضه، وهارد لك للنادي الرياضي، أكيد عنده كتير قصص. البريشر كتير كبير، بس بشباب مثل شبيبتنا، حتى البنش بلايرز اللي ما بحياتوا لعبوا بطولة لبنان قدروا صمدوا. بعد هنيئا لكل واحد بفريقي، وبرافو ومور تو كام لفريقي وجمهور هومنتمن، انتو احسن جمهور بالعالم.
مبروك لجمهور رومان منفى. إذن بهالوقت رح يتم التتويج بوسط الملعب. سيفاك رح يكون كيتنجان إلى جنبه. سيفاك تعرض لبرشر كتير كبير بآخر ثواني. سيفاك بآخر ثانيتين ثلاثة كنت رجال عن جد، ما بعرف شو بدي أقول لك، أعصابك كانت نار. شو بدك تقول لجمهور رومان من الكبير يلي عم يحضركم؟ أول شيء سبحانك لك تاني شغلة، هيك جمهور بيستاهل، هيك ربا، هيك بتولاد محترمة، لازم نيجي نلعب دايمها ونربح. كرمال هيك جمهور، كرمال هيك إدارة، كرمال هيك روح إيطالية بالفريق. تاني شغلة، امبارح شفت كاتشابي أحد المطاعم زنقة، قال لي إذا بدك تربح بكره يو هاف تو فايت. فجينا آخر ثواني آخر دقيقة ويفوت ويفوت ريلي هارد لنعطي هيك جمهور كاس كثير كبير لإلهم. ثانك يو لإلك سيفاك. فإذا أكيد رح نبلش مع التتويج بوسط الملعب. بالبداية رح نكون مع MVP البطولة يلي هو لاعب منتخب تونس مكرم بن رمضان. فإذا MVP البطولة عم بيكون مكرم بن رمضان، أفضل لاعب ببطولة دورة حسام الدين الحريري. رح يتسلم كأس البطولة من أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري. وأما بست سكورر بالبطولة فهو لاعب نادي هومنت من بيروت مايك تايلر. فازن مايك تايلر هو أفضل سكورر بالبطولة، بينما مكرم بن رمضان هو MVP البطولة. مايك تايلر يلي سجل 150 نقطة بدورة حسام الدين الحريري. البطولة فازن مكرم بن رمضان. مكرم بن رمضان يتفضل يستلم جائزة MVP البطولة يلي راح يسلمها رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي. فازن اكيد يعني مشاهدينا عم بيتم حاليا المركز الثاني الجوائز نادي النجم الساحلي من تونس بالملعب من أمين عام طيار المستقبل أحمد الحريري ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة وليد نصار. أكيد يعني بدي أعتذر من كل اللي ناظرين النشرة السياسية اليوم بوقت فيه كمان انتخاب لرئيس جمهورية جديد للبنان يلي هو العماد ميشيل عون. أمين عام طيار المستقبل أحمد الحريري عم بيسلم جوائز، وإلى جنبه أيضا منسق قطاع الرياضة بتيار المستقبل حسام الدين زبيبو اللي موجود مع الرسميين، والسيد محمد عويديت ممثل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ نزار الرواس مدير البطولة. فإذا جمهور هومنتمن بعده عم يحتفل وراي بالبطولة بالوقت يلي نديم السعيد راح يكون الى جنبي بيستلمها المركز الثاني. فاز نديم التونسي. نديم انا قلت انه المباراه اليوم بدها محامي قوي، طلعت محامي ممتاز يعني صح الاخطاء كثار، بس مباراه ضغط ضغط، مباراه واحده من اقوى البطولات يمكن بالشرق الاوسط، يعني مباراه ستريس كبيره، بدك تحافظ على اعصابك كل جيم خاصه وجه هيك يعني مصر اذا بدك عنيد مثل تونس. يتفضل حافظ على اعصابنا ولعبنا مباراه يعني كلها خبيط اذا بدك، فاخشي بدنا نجيب الفوز ونفاجئ انه الهومنتمن على الطريق الصعبه بلبنان هذيك السنه، بس كمان بالقاره الاسيويه والعربيه. صح، يلا ليلي بركي ان شاء الله بنطرح على فيوتشر سبورتس الساعه 10 انت وكيما بدك اياه لايف على شاشه التلفزيون المستقبل، بكون عندنا وقت نحكي اكثر اذا الله راد. بس سكورر بالبطولة بس نمبر 88 بالبطولة هو مايك تايلر 150 نقطة. مايك تايلر أفضل سكورر بالبطولة هو مايك تايلر. مايك تايلر أفضل سكورر ببطولة حسام الدين العريري، سجل 150 نقطة. هو طبعا بيستلم هالكأس من رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الاستاذ وليد نصار. اليوم مايك تايلر سجل 39 نقطة بهالجيم،
39 نقطة. البطولة بطل بطولة حسام الدين المركز الأول. 26 كرة السلة نادي هومنت من بيروت. هومنت من بيروت مبروك لهم، أول لقب بتاريخهم بكرة السلة، أول لقب. على فكرة مشاهدينا، دائما شاشة التلفزيون المستقبل بيكون وجه خير، إن كان على الرياضي اللي مع كوتش فؤاد أبو شقرة ومع كوتش سلوبدان سوبوتيتش لما ربحوا بطولة دبي السنة الماضية، كل الألقاب الخارجية كانت على شاشة الفيوتشر، الحكمة السنة الماضية رجعوا لبطولة دبي على شاشة التلفزيون المستقبل. وعلى كل الأحوال المباراة يلي كانت اليوم من أجمل مباريات بطولة حسام الدين الحريري، هالنسخات يلي كل سنة عن سنة عم يعلى مستواها أكثر وأكثر. أستاذ حسام زبيبو يلي عم بيسلم هون الميداليات أيضا مع الشخصيات الرسمية، مع منسق قطاع الرياضة بتيار المستقبل وأمين عام التيار أحمد الحريري يلي عم بيسلم هومنت من قدام جمهوره الكبير كأس دورة حسام الدين الحريري الدولية يلي صارت مثل ما أردتها النائب السيدة بهية الحريري، مثل ما كان بدها السيدة بهية الحريري أنه تكون هالبطولة جامعة لكل الناس، جامعة للعرب، جامعة لللبنانية. هيدي هي عم تشوفيها قدامك على الشاشة سيدة بهية، مثل ما هي هومنت من هالمرة هو البطل الرياضي دائما على أرضه عم يحرز اللقب، ولكن إذا ما كان الرياضي موجود بيكون ملعبه موجود عم يحتضن هالبطولة. قاعة الرئيس رئيس النادي هشام الجارودي أيضا موجود، عميد رؤساء أندية كرة السلة بلبنان والعالم العربي، وجي مانوكيان وسيفاك تنجيان هن رح يستلموا كأس البطولة بالمركز الأول. مشاهدينا قبل ما نختم أنا بدي أتشكر كل واحد من فريق عمل تلفزيون المستقبل، بدي أتشكر كل واحد من هالشباب من المصورين التقنية، بدي أتشكر الزميل المخرج إبراهيم مقداش، الزميل حسام الدين زبيب والمشرف العام للرياضة، بدي أتشكر زيد تنير الإحصاء، بدي أعتذر من أي حدا لقى أي شيء غلط، وهيدا شيء يعني ممكن يصير وين ما كان، ولكن بنبقى إن شاء الله نحن وياكم إذا الله راد بالبطولة العربية. نترككم مع الصور الختامية، شكرا لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.